السلام عليكم، تحياتي رجال وبنات، وتحيا المملكة المغربية، وتحيا خوتنا لي زالجيريان. عندنا اليوم اخوتي واحد الانسان داي فاتحة. تصور هذا الانسان وش دار؟ صورت الوالدة، صورت الاخت، وبقى يدعي عليهم. الله يعطيك الجهد من الظهر. والغريب في الامر الاخوان، انه داير لايف وحط صورة الوالدة وبالحجاب، الاخت ديالي بالحجاب، كيقول مشيت لحومتك سولت عليك، قالوا لي نتايا والديك الله يعمرها سلعه الحجاب والصلاة، خوتك وخواتاتك مزوجات وبزهم ياك. هو عندي لايف غادي نسمعكم دركي. من بعد هاد الشي كامل قلت له لعبت معايا لعب كبير، غادي نوصلك فين هاد اللعب الكبير ديالك كامل، غادي نوقفولك هنا اللعب ديالك كومبلي، غادي نوقفولك هنا. هذا عمو وجدة القتال اللي ارتكب جريمة القتل نهار مات الشاب حسني الله يرحمه. نهار مات الشاب حسني كانت أكبر جريمة قتل في المنطقة الشرقية عندنا بمدينة وجدة. وي تمت جريمة قتل بمدينة وجدة، راني غادي نجيب لكم لي زيستوار من الاول للتالي. هذا الفيديو راني دايرو له ليه سبيسيال، ومن بعده هو غادي نحط لهم فيديو اخر نتاع واحد الانسان اللي راه معارفين ريصانهم، هما ثلاثه وراه معارفين بلي جبت عليهم جايب عليهم، راكو تما تعديتو تخلصوا. سمعوا واش غادي يصرى له. الله يبارك لك هشام، روح اخويا هشام روح، ولا تسيبها في البلاد. ادم اجي ادم، هو ادم وهذا ولد خويا، هذا ولد خويا اللي الفوق. شكون اللي وشنو صرى للمهدي ولدي؟ وش صرى له؟ تعاوني عليا ثلاثة بالموس، هذاك كان بكاي اخوه الله يعطيكم العدل. بكاي وخو ايوب هما اللي صفطوهم، هانتوما خوتي داك بكاي وخو ايوب. ولدك صغير تعلمو هاد الهضره الله يعطيك العاده، ولدك تبينها صاحبي، ولدك تبينها تطلب ولدك، ما خليت جريت في وجده بالسليب، ما خليت ما درت. عندك ولد ديت معاك مرأة حاملة للحبس، ديتها للحبس بجريمة قتل، ديتها بثلاثين للمؤبد اللي دركي راها محكومة بثلاثين سنة، ردوها لها من المؤبد المحدد، قاتل شيبانية على جال الفلوس. يا قتال الأرواح، دركي راك تشوف ولدك زايد في وسط الحبس، عندك ولد مي زايد في وسط الحبس، ما كي تحس براسك؟ كي غادي تحس براسك؟ قولنا نزيدو نخليوكم تسمعوا واش صرا لولد. ما نشوفو صرت في كاميديكال، وصلت في كاميديكال الدراري كانوا بغا يقتلوا لي الولد. هشام فينك اخويا؟
طلعوا طلعوا الدراري طلعوا طلعوا اخوتي طلعوا تشوفوا هانتوما الدراري ها باش خلصت باش خلصت ها لاضات لاضات فوقاش هو قال الفيديو فوقاش قال ايوب ايوب فوقاش قال الفيديو غادي يصيفط يصيفط يخلص العصابة فوقاش ها هيا لو 16 11 23 هاني لي زيرجونس المستعجلات هيا مينيستر دو لا سونتي ها انت فاش مشات تخيط الوراقي باش مشات تخيط ها الدواء ولا دات هيا بوصحابه مهدي هيا بوصحابه مهدي هيا لوردونوس تاع الدواء هو غادي يجي دابا غتصيفطوا لها ايوب صاحبي تصيفطوا لنا بنادم يسالي معانا رديتو الجاكيطه للولد رديتو للولد غير دمايات ها السبرديله ديالو ها هانتوما خوتي داك ايوب وهداك خو بكاي هادوك كلوشاره راه اختي في فرنسا غادي ديكلاري تما صيفط اختك ديكلاري بيا علاش اختك ديكلاري بيا غتاصبتها قولي واش درت لاختك علاش اختك غادي تشكي بيا يا قطه الله واه انت قطه الله واه كي راك دير تنعس شوف لي في عينيك راك دير تنعس راني جايك اليوم غادي نحط لكم الجورنال نهار جريمة القتل و هو دار التصويره نتاع الام ديالي والاخت ديالي غادي نوريكم دركي هنايا التصويره نتاع الام والاخت ديالي ما شاء الله الحمد لله والله يخلينا نتمنى كاع بنات الناس يكونوا هكا وغادي نوريكم هذا الانسان واش كيقول على امه واش كيقول على مو الام ديالو مو هذه والداتو من كرشو غادي تسمعوا درك هانتوما خوتي هادم هادم شوفوا الدم شوفوا شوفوا الدم شتو الدم اش ايوب اش درتي يا صاحبي الخدمه اللي درتي ايوب ها خلصتيهم ياك ها هما 10 سنين ديتو التليفون ثلاثه بكم صافتكم ايوب وبكاي صيفطهم انا انا صيفطهم لك في وجده وغادي نصيفط ها هو الفيديو ديال الكوميساريه هذا الفيديو هذا دي عند جلالة وكيل الملك احتراماتي ليه واحتراماتي للشرطه واحتراماتي لكل كاع الناس الوجادة الفري مونتا والجرادة انا فري وجدي انت والجرادة بهدلتنا مع جزائريين نهار وانت تسب في جزائريين لا انت لا ما بلا ما نجبدوه مهم بلا ما نقولو السماوات والاخر مهم انت اللي جبتني انت بهدلتنا مع خوتنا جزائريين جبد لهم في البوطات تقول لهم الغاز شاد التربية على كبرك عندك 52 سنة صاحبي 54 سنة وباقي تتمه بالجري بالسليب تجبد لي والدي تسب لي والدي وما نصيفطهم لك شي نيكوك حاشا الناس ما نصيفطهم لك شي دلعو لك السروال راه انت على كبرك غادي تنضرب ورني هاد الفيديو درتو لك ليك نتايا وراه انا غادي تحط هذا في يوتيوب وغادي تحط في تيك توك في انستغرام وروح ديه للبوليس كنت على ديك الخدمه اللي درت الوالده والتصويره طرش هي كان الخلاص ديالها
الخلاص ديالها كان ولدك الصغير آدم ومرتك كانوا غادي تخسروا موجهم، كانوا غادي تخسروا موجهم، ولكن وقت الأعصاب وقلت لهم ريض انت عمر كتر غير دي هذا الوكيل باسكو انت تعديت القانون ديالكم سجلك انت اللي بديت حطيت تصاور للوالده ديالي بلا حشمه بلا حياء عندك 52 عام وتقول لي راه ايوب الله يرسم امك من الدار وتقول لي انت يا ولد القحبه وتسبني وتسب لي العائله ديالي و ابغي تقلبها كوميساريات. انا ما نشكيش بيك فيا ما صيفطتك الوالده وخوتي حتى تصاورهم راه مسجلين كل شيء راك مسجل انت اللي بديت وعاد غادي تشوف فوقاش حتى تصاور امك وتصرخ تصاور خواتاتك وتصاور بنات خواتاتك وبنات خوتك كلش ريدو نزيد نسمعكم ريدو نزيد نسمعكم طلع يا هشام طلع قالها بفمه هو الفيديو مترجم فمه قال احنا خلصنا عليك الفيديو راه مسجل وهو الفيديو الزوج راه يتسجل خلصت عليك انا علاش مشيت شكيت بود الموشم اسماعيل ولد الموشم وحمودة الارتيست وبتوفيق وبكاي علاش شكيت بيهم ماشي هما اللي صيفطو لك انا اللي صيفطهم لك ونتحمل بها المسؤولية الناس خاطرهم علاش كتبغي تصيفط حتى ديت معك ديجا مرتك وولدك مرتك حاملة بالكرش وريني شي واحد يدي معاه مرتو حاملة للكرش بالكرش للحبس وريني شي واحد في الدنيا وريني شي واحد في الدنيا يدي معاه مرتو للحبس يلا نلقاو نديرو انا ها يلا وريني قولي الحل ديال هادي فين كاين قولي ها اليوم غادي نتكى عليك تكيا وما كايناش خسروني قال لكم نرسولي اللوطو جاب الله الولد في شكال الولد عندي الولد الكبير مسكين ها هو يدوق اي دوق قريب الدار قريب الدار اليد نجبد لهم الفيديو نتاع ولدك مين كان ياكل السقول يقول لهم با ماشي راجل نجبد لك الفيديو ولدك هكا با ولدك يقول لك با انت ماشي راجل ولدك انا باش تعرفني بلي ولد الناس شوف نزيدك 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 مع نقلب مع نطيح في واحد الكابتير ديكرو نقولو انت عامل الزيرو عاطفة الزيرو عاطفة بلا ما نجبد سميتك الله يرحم الخوادري الله يرحمه مسكين عمو القتال ها مين كنت في الحبس شفت مين كنت في مدة سجنية 25 سنة واللي ولاتك ب15 عام جاك الصراحة جا العفو الشامل خرجت عمو القتال هارك في وسط السجن
شكون كان معاك في الزنزانة؟ حسن السبور. اللي يعرف حسن السبور اخوتي في وجاده يدير هاشتاغ حسن السبور. فري لي زوم، فري لي زوم، فري لي زوم. حسن السبور اليوم ينتحر. هذا الفيديو نتاع الانتحار، ومازال راه عاد باقي عندي شي حوايج اخرى عندي الانتحار. باسكو علمتك القتال، علمتك القتال، علمتك علمتك، قلت لك القتال، القتال الارواح، القتال الارواح. غادي نجيب لكم شي قصص وروايات. سمعوا اخوتي هذا الانسان واش كيقول على والديه، على امو، امو اللي ولداتو مكرشها. سمعوا واش كيقول عليها، سمعوا تبهديل في وسط لايف، وداير لهم لايف نتاع العاطفه، لايف نتاع العاطفه، موسيقى نتاع العاطفه. سمعوا سمعوا، حيدوا الصوت منه. سمعوا سمعوا شي حاجه يعني بزاف، باطويات طيارات يعني اللي جوي العالم. كبرنا عرفنا بان كاينه واحد الدار عندنا في وجده كاريها الوالد لواحد المعلم. هذاك المعلم قرر انه بغى يدي لنا الدار، ما بغاش يخرج من الدار. سمعوا مليح اخوتي، سمعوا قال لكم المعلم ما بغاش يدي لنا الدار. سمعوا هاد ليستوار، ويمكن انا يا يمكن 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 انا هبيل، ويمكن انا يا نخمم ماشي ما نخممش مليح. شوف اخوتي قولوا لي واش انا نخمم مليح ولا يمكن يمكن غلط. قولوا لي في لي كومونتير، قولوا لي اخوتي واش انا غلط ولا راني نهضر نيشان. الوالده مسكينه كتقول الوالده ودي غادي نمشي نهار السبت والحد نشوف خواتاتي في وجده، نطلع لوجده نجلس يومين، ونهار الاثنين ولا الثلاثه نجي كنبقى مع خواتاتي تما في جراده. وهادي الوالده كتمشي مسكينه، ماشي كتمشي عند خواتاتها، بالعكس كتمشي كتقاتل مع هذاك السيد اللي خبا ياخذ لينا الدار. ما يحشمش في وسط لايف يقول لهم اما كتقول لبا راني غادي عند خواتاتي الجمعه والسبت والحد الاثنين عاد تجي، وهي ملي تمشي لوجده ما تمشيش، تمشي عند مول الدار، تمشي تقاتل مع مول الدار. اخوتي واش كاين بالجمعه بالليل والسبت والحد كاين المحكمه؟ على من كانت تقاتل؟ غير قولوا لي واش هذا، واش هذا انسان بعقله يهضر على مو هكا؟ هذا انسان بعقله، هذا انسان بعقله، غير قولوا لي. مشيت تدعي في المحاكم كتوقف عليه المحاكم كتبات عند الجيران. ها نتوما قالك تدعي في المحاكم وتبات عند الجيران، ما وقعو علاش خواتاتك عندك خواتاتك زعما ما كانت تبات عند خواتاتك تبات عند الجيران، ما تباتش عند خواتاتك وتبات عند الجيران. الان كتجري وتطيع وتنوض باش الدار ديالنا يخرج منها داك الكراي. واحد النهار حنا صغارين حتى لقينا الكاميو عند باب الدار في جرابه، الوالد ما كاينش. ديك الساعة عندنا 4 سنين 5 سنين بقاو كيخدم داك القش ديال الدار، الوالدة كتهز داك القش بلا خبر الوالد. صافي هذاك السيد اللي كان دير لنا الدار، سمعتوها سمعتوها، مو تهز القش بلا خبر الوالد ديالو. خواتاتها بالعكس كتمشي كتقاتل مع هذاك السيد اللي خبا ياخذ لينا الدار. مشي تدعي في المحاكم كتوقف عليه المحاكم كتبات عند الجيران، وكتجري وتطيع وتنوض باش الدار ديالنا يخرج من هذاك الكراي. واحد النهار حنا صغارين حتى لقينا
الكاميو عند باب الدار في جرابه، الوالد ما كاينش. ديك الساعه عندنا 4 سنين 5 سنين كوكي داك القش ديال الدار، الوالده كتهز داك القش بلا خبر الوالد. صافي هذاك السيد اللي كان دير لنا الدار جرى عليه القانون، يعني حكمت المحكمه بالافراغ انه يخرج من الدار. والوالده خرجاته كانت كتجري وكتقاتل لان الوالد فقد الامل، ان الاب قال لك ديك الدار صافي داوى. المهم الوالده مسكينه تقاتلت، با فقد الامل ومو تقاتلت وخرجت هذاك السيد اللي خدا لينا الدار. وجينا احنا في الكاميو راكبين اللورا، انا والاخ ديالي التوام راكبين مع البونجات ومع الماريو ومع القش. في الطريق جايين ريضونا الجدربيه وشافوا فينا احنا صغارين لداخل، بقاو كيضحكوا معانا. زاد الكاميو بينا مشينا لوجده، اول مره غنشوفوا وجده احنا صغار. زاد فاضحنا دايرنا تما عم وجده مشوهنا، مشوهنا. تقول داير لهم وجده، علاش دير عمو، علاش دير عمو وجده، علاش دير عمو وجده؟ ها لا مش هذا ما يديروش هكا. اتحب التليفون بعد مشي تتصدح. لا 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 هزو تلفو ولبسو تيامات، لبسو تيامات لا نوختي الله يحفظك. هادي وجدة خوتي، خرج الشارع خرج الشارع خرج الشارع، حيدتي شرطة حيدتي شرطة. البرد البرد تقول شي، حيدتي شرطة حيدها الله يحفظك. ليو قال لك حيد التيشورتة حيدها يا الكلب يا الكلب، قال لك حيد التيشورتة حيد التيشورتة، علاش راك علاش راك تتهبل في راسك؟ حيد التيشورت حيد التيشورت فوالا. يا اختي مان هو كافو احكام غير واش هي مرتو فاتحه ما يعني كانت لداخل وكان البرد يعني حشمت تقبضو بالسليب وحشم من غادي يخرج يجري بالسليب. هذا والجراده جاي يدير لنا الشوهه في وجده يشوه لنا وجده ويقول لهم انا وجدي عمو القتال، جا لوجده قتل لنا روح في وجده، جريمة قتل جريمة قتل. كنت لابس لا 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 ولا هذا هو اللي كنت لابس قالها صاحبي قالها هشام 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 ادخل خد دايمين البس اخوة ويلي 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 با حيت صوبيت ما وزدتيني تلنا ويلي 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 بيكيني الله يعطي لامك الكلب ماشي وجدي تشوهتو انا هذا وجده هذا يا صاحبي. اللي عنده شي خريه يجي يقول لك انا وجدي روح وزع حوايجكم وبعدنا صاحبي. حشم تقول لهم عمو جرادة، حشم تقول لهم عمو جرادة، قول لهم انا يا جرادة، ما تقولش انا عمو وجدة تشوه لنا وجادة وجدة وج بلاد الحشمة والحياة والحجاب، راك قلتها بفمك الحجاب والاصل والمفصل
حتى توصل للوجهة ولا الوجديات. انت هي انت هو التالي، انت انت عزراضة في الوجدات ديال انت يا. انا غنوريك، زيد سمع، زيد وسمع اخوتي، شوفوا شوفوا أربعة وخمسين سنة بالسليب يجري. ترانا عايشين، ترانا عايشين. أربعة وخمسين سنة ولدك خرج من الحبس بأربع سنين، يعني ولدك مجرم، يبيع المخدرات، الأقراص، المهلويسة، بو صحابة مهدي، بو صحابة مهدي، يبيع الأقراص المهلويسة في حي لازاري، سوف يتم القبض عنه عما قارب في حي لازاري. والله قال ما تخافش. حمق، هادي نيبالا عندك فيها الحق. هبيل هبيل، لو كان جا انسان بعقله ما يخرجش بالسليب. السيد مزوج، عنده البز، عنده ولده صغير ادم، وعنده ولد عنده 27 عام، ولد صغير عادي يلاه يقرا في الابتدائي ادم، ومرته تخدم في الديور من دار لدار، كيما داك الفيلم من دار لدار هاكك، من دار لدار، وهو نهار نهار هو في تيك توك. ها صيفطوا لي هادي عموني، كل نهار مع بنت، كل نهار مع هادي، ومرتو مسكينة فتيحة تخدم تدمر، مرتو مرتو فتيحة تدمر. تزيو، تحياتي لك التزيو. شوف اخوتي هذا انسان، هذا هذا انسان، هذا انسان. غادي نجبد لكم ميكانيزم بالجزائريين درك، غادي نجبد لكم. استغفر الله الغفور الرحيم، استغفر الله الغفور الرحيم. سيد خارج بالسليب يجري، قالوا له انت كاين تراجل، شتو على عالم، شتو على عالم رانا عايشين فيه. لا اله الا الله محمد رسول الله. باغي تشوه، ايوا حنا نديرولك الشوه، ياك تا كتقولها
هاني نشوهك، غادي نشوهك شوية بشوية 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 حتى تجي اللايف تقول لهم ايوب الشيكور ديالي. وطلع ياك انت تطلع، تطلع في اللايفات وديما توري مرتك، ديما تورينا فاتحة. ايوا فاتحة بغيتها تطلع، تطلع عندي في اللايف وتقول لي ايوب انت الشيكور ديالي، انت هو راجلي. ديك الساعة غادي نسمح لك نقلع الفيديوهات، ولكن باش تكون عبرة، باش تكون عبرة قلت لي كده. غادي توليو ريفولي حسب كتبقاو في فرنسا، غادي توليو غادخلو الحبيب بيس ديريكت، الله ينصر سيدنا والله ينصر القانون، الله ينصرو. وكما قال لها الله، الله يقلع من صحته ويزيد في صحة سيدنا، الله يقلع من عمري ويزيد في عمر سيدنا. وتحيا المغرب وتحيا الجزائر وخاوة خاوة من بكري، خاوة خاوة بحالكم نتوما اللي درتو الفتنة، ضل تسب في الناس، تسب لهم في الشهداء. ها انت مرتك راها تسب، ديت مرتك عند النيبالا، انت ماشي راجل، القرطاسة راها تخرج. ما غاديش نتعداو عليكم ولا نظلموكم، راه هذاك اللي في فرنسا ايوب وخو كاين بسافتين بنادم يضرب تعدى علينا هنا السيبة، تابع لهم راه كاين السيبة تحت صور ما وختي وتقول لي السيبة. ايوا هي هادي اخوتي الدنيا، هي هادي شنو غادي نقول لكم، بدلوا شوية الجو باش انا نهضر في هاد الصوالح انايا كان مرة، مبغيش نحكو العالم، كيبغيش بنادم يتحكى. تشاركو في البركاني وتشاركو تشاركو، هادي طيحو في روفي البوليس، قلنا كاع البوليس ودينا الفيديو وريتهم التليفون، وريت الكوميسير الفيديوهات ديالكم، وراه دار السماوات ديالكم تما في المحضر، تاجيو على خاطركم في الصيف، جيتو ما جيتوش، والله اختي شهرزاد اقسم لك بالله الا هادشي راه لي شهر، راني ما بغيتش كاع نقول شهرزاد البارح، شتي البارح من خرجت مع صلاح ومع كمال المناجر، اقسم بالله راني اليوم شتي هادي 3 ايام ولا 4 ايام انا ضلي في كوميساريه، ضلي نجري، ما بغيتش كاع نهضر هاد الهضره هادي. فوالا، ورا الصباح في الكوميساريه وكنتفرجوا في اللايف ديال بكاي، في اللايف ديال بكاي كنتفرجوا انا والبوليس كيتفرجوا في اللايف ديالو، فوالا. اما الاخر واحد الصوره ديال السيف هذيك فرنسا، هذيك ما بغيتش يقول ما بغيتش تقول، غادي نحط لهم اتصال فيديو نتاع ولدك. انا وصل الولد مسكين كان عندي في الولد كان في الحبس، يلاه خرج مسكين، يلاه خرج من واحد سنين خاطيع ولدو، يلاه يخرج من 4 سنين، ولدو زاد في الحبس ويلاه خرج من الحبس ب4 سنين. ولدك بائع مخدرات، بائع اقراص سامه مهلوسه، ولدك بائع مخدر الحشيش. باين قتال، الولد زايد في الحبس، شفار، الله يعفو عليه، انا ما نشفاو، مي راك تسمعو هو
ولدو خارج بربع سنين حبس وسبني خلص انضرب سبني خلصها. سعادة الوكيل هاد الفيديو راك تسمع فيها سعادة الوكيل حكم عليا باش ما بغيت متقبل الحكم باسكو هو فواحد البطونة اللي واخا كاع ويشاي صرا كاع ما نسمحلوش وتصاور مرتو وتشوه وراني ما بغيتش نصور لا فامي ديالو راه عندي تصاور لا فامي ما بغيتش نشوههم باسكو انا ما ماشي النيفو دياله ماشي كيف كيف. بديت نضربك بالماتيل حطيتي نحطلك بالماتيل ونغبنك ووجدة غادي نخويك بيها مدينة وجدة ما انت ما تقبلش بيك غادي تسكن في الموت تسكن في وجدة نضرب سعادة الوكيل هربوا من وجدة صيفتوه الكازا ولا صيفتوه لا 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 حنا خليونا تما معنا جهة الشرقية مع خوتنا الجزائرية حنا بخير ما خصناش حنا واخا الجزائر مبلعة الحدود حنا من تما ندخلو ونخرجو يعني نورمال ما محتاجينش الحدود حنا من تما بالضبط رانا داخلين رانا خارجين نورمال عادي حنا خوت يضل يطلع يسب فينا جزائريين جزائري الجزائري التالي لو كان صيفط لشي جزائريين خوك وشي لافامي وشا دايرين وهنا في اوروبا يكشوهم ما يزيدوش يخرجوا مع عايشين في باريس خوك عايش في باري المهم انا راني قلت لك حذر من حذر وانذر من انذر عمو القتال طلع فاتحة فتيحة راها ولات يعني دركي نتاع لا بيبليك انا ننسى الفتيحة ويك ويك فتيحة ديالي نسال فيها ويك ويك كوكو فتيحة ديالي فتيحة كانت تبغيني وعلاش ما بقيتيش تبغيني يا فتيحة درت جريمة قتل عمو نقول لك بون كوراج وبون سواري والخوت اللي راكم هنا اللي بغى شي معلومات على هذا القتال يقول لي نصاوب له فيديو نوريك واللي ما اللي بغى يشوف الجريمه باش يتاكد دخلوا لجوجل غادي تضربوها جريمه نتاع نهار الشاب حسني نهار مات الشاب حسني الله يرحمه برحمه الله صرات اكبر جريمه قتل في وجده اللي هي القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وداي معك شي بانيه او انت راح وانت راح القتال قتل الارواح وداي معك مرا حامله ولد زايد في الحبس ما كان لي جا شافك وتزوجوك في الحبس انا جبت لك تصورك في وسط السجن خدش تفضل خدش تفضل راك تعرف بلي انا هاد المحتوى انا هو مولاه شتي لا بوجيت فهاد الصوالح غادي نهبلك ونعقدك ونخليك تنتحر ولهذا نقول لك السلام عليكم والى الحلقات القادمه.